يعني تسمى شويه خفاف تقبل لو ساعات يتقال اكثر شويه من هذه. بارك الله فيك عمي مختار، نسنو منك الاجابه. شكرا. السلام عليكم عمي مختار. انا اخوك من الجزائر، عندنا موتور تاع ميتسوبيشي ال 200 سامبل سون تيربو، معاود ريفيزيون درنا له عمره، جل تحتاني في البروكان، شوميز بيستون سيغمون ليبيا لي كوسيني بومبا لويل، عاودنا له هادوما كل. ونمامو قالوا لنا الناس مليح في الدورة تاعو، بس احنا حبينا ناخذ رايك. وصار لي فيه بروبلام دركا، اني كي نوض الصباح كي عود بارد خلاص الدورة كاردو تور كيما نقولوا حنايا في الجزائر، كاردو تور ينوض، اما كي نمشي بها اكثر من 20 دقيقه او 30 دقيقه يسخن الموتور، يعود الدورة تاعو شويه ثقيله كيما راح نعتولك دركا بربي. ان شاء الله دوك نوضوها، عنده 20 دقيقه هو يدور ولا اكثر، جيت به مسافه تاع 15 كيلو بربي ان شاء الله نشوفو. هادي موضة تاعو كي عاد سخون، هادي هاي لاجوج تاعو، دخنة كبيرة خفيفة من لاجوج ما كانش، وهذا صوت المحرك. رقد وعاود نوض، عاود نوض، يعني تسمى شويه خفاف تقبل وساعات يتقال اكثر شويه من هذه. بارك الله فيك عمي مختار، نسنو منك الاجابه. شكرا. هذه موضة تاعو كي عاد سخون، هذا هاي لاجوج تاعو، دخنة كبيرة خفيفة من لاجوج ما كانش، وهذا صوت المحرك. رقد وعاود نوض، عاود نوض، يعني تسمى شويه خفاف تقبل وساعات يتقال اكثر شويه من هذه. بارك الله فيك عمي مختار، نسنو منك الاجابه. شكرا.